شيماء ما اتضربتش بالنار وما اتحرقتش بمية نار، خبط دروخها كتفها. جبت منين القدرة والتفكير انك تعمل الكلام ده؟ لا، وفي الاخر انت اللي تروح تبلغ. كان مشكلته هو وشيماء ان مراته تعرف، وهي مش مراته عارفه، ده مصر كلها عارفه. يعني من شهرين انا بخطط ان انا اخد مراتي واتخانق معاها واعمل معاها مشكله واضربها وكتفها واقتلها وادفنها. اهربي اهربي من اللي انت فيه عشان ما تكونيش ضحيه غيرك، زي غيرك وزي اي حد. لولا اعترافات الراجل السواق اللي جه ما كانش حد يعرف شيماء فين. ليه نوصل لدرجة ان احنا ماسكين سكينة بنتبع بعض؟ ليه؟ الله يرحمه. اهلا وسهلا بيكم، نزلت بيكم النهاردة بكامل التفاصيل في قضية هزت الرأي العام كله. مذيعة شيماء جمال، في الحقيقة أمر كلنا وقفنا عنده وقلنا فيه إيه؟ الست دي يحصل معاها كده ليه؟ قرينا أخبار على كل مواقع التواصل الاجتماعي، كل المواقع الأخبارية بتقول إن شيماء مختفية. تابعنا الخبر كلنا جوه مدينة الإنتاج وخارجها، تابعنا الخبر، يا ترى شيماء فين؟ ما كانش حد عنده توقع 1% ان الست دي هتظهر جثة ومتبهدلة كل البهدلة دي. 6 ساعات ويتعلن ان هي متوفية، 6 ساعات ومنتساءل مين اللي عمل فيها كده، يطلع جثة وشريك حياتها. طب شيماء عملت ايه؟ ايه اللي عملته عشان تلاقي المصير ده وتسيب بنت على وش الارض كده، تحرمها من امها كده؟ قلب عندك يا عليا. ربنا يخليكي، شكرا لك. عندك ربنا يصبرك. ربنا يخليكي يا رب، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها. جوزت شيماء من امتى الجوازه دي؟ بالظبط 2016 كان اول سنه كانت عرفي، وبعد كده في اخر 2016 28/12/2016 قلبناها رسمي. ماشي، هو اللي اختار وبكامل ارادته. يلا يا شيماء جوازتنا نجحت، نتجوز رسمي ونكتب في المحكمه. عادي جدا، جبنا المأذون في البيت. ايوه، جبنا المأذون في البيت وكتبنا في البيت، والمأذون كان موجود والشهود كان موجود. طيب، طول السنين دي انت قريبه منها جدا، كلنا عارفين ده، كانت حالتها عامله ايه؟ زوجه سعيده؟ طبعا كان ما كانش، كان كل مشكله شيماء مع ايمن اشهر الجواز لمراته، اما للناس كلها، الناس كلها كانت عارفه، مفيش حد ما كانش عارف. بننزل وبنروح وبنيجي وبنسهر وبنسافر وبنعمل كل حاجه مع بعض، ما كانش فيه اي حاجه تخليك تشكي ولو 1 في المليون ان ممكن في يوم من الايام تلاقي شيماء بالمنظر ده. شكرا سعيد. جانا كانت بتقول لها بابي، انا بنتي شيماء، كانت بتقول لها بابي، بابي ايمن. احنا في تضارب كتير وكلام كتير، احكي لي انت كنت في جوه الموضوع. بصي، انا كل اللخبطه اللي انا مسكت الناس كلها النهارده وقلتها ولازم اطلع اقولها، يا جماعه شيماء ما كانتش متجوزه عرفي، شيماء كانت متجوزه من المستشار ايمن حجاج، زواج رسمي على يد مأذون من 2017 لحد ما لقيوها جثه مرميه على ايديه من يوم الاثنين اللي فات. اي كلام تاني كان بيحصل او بيتقال ما حصلش. شيماء ما اتضربتش بالنار زي ما السوشيال ميديا كلها بتقول، وما اتحرقتش بميه نار. انا شفت شيماء النهارده وشها عادي، وسالت حد في الطب الشرعي يعني ان كان في طلقات نار او لا، قال لك ما فيش اي طلقات نار. هي اللي لقيوها مدفونه في المزرعة اللي هو قال لهم ان هيروح يجيبوا فيها اضحية تقريبا او حاجة، ودي كان مأجرها من شهرين اللي انا عرفته،
وكان في السواق وكان في حد تاني و اخدها وراح بيها بالسواق هناك. واللي انا عرفته برضو من حد ان هو حصل مشده كلاميه وكان في الطبانجه بتاعته مترخصه. الطبانجه دي كانت على طول بتبقى في البيت. اللي انا شفته فيها هي الخبطه بتاعت الطبانجه دي في وشها مع الكلام او مع الاعتداء في الكلام، فخبطها على دماغها بيها قلب المسدس مكان ما بيمسكه ظهر بالظبط ظهر المسدس. المسدس على فكره يعني انا شفت المسدس مش ضخم، مش اللي هي مش مسدسات الشرطه اللي هو المسدس الكبير الاسود ده، لا ده مسدس صغير مش كبير. بس تقريبا الخبطه مع شدتها شيماء فقدت الوعي فيها. دي حاجه. الحاجه الثانيه ما كانش فيه رصاص، يعني انا اللي انا شفته من امبارح للنهارده ان هي ضربت 3 رصاصات، لا ما فيش الكلام ده. تشوه ما يعلمها ومثل بالجثه. لا 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 لا. طيب ايه انت شفتيها من لا زي ما انا قلت لحضرتك هي الخبطه بس هنا في دماغها، وكان لففها بجنزير من رقبتها لرجليها، بس كان سايب الايد ما مش لففها بالجنزير. الجنزير كان من الرقبه وده انا شفت اثره فيها، ومن الجزء ده لغايه تحت ده كله ده كان متجنزر و مشنوقه او مخنوقه او متكممه او يعني ما اعرفش الوضعيه بتاعتها ايه، بس هي إيه كانت زي ملسمه او شدها او خنقها او يعني دي ما اعرفهاش بالظبط. حتى حاجه عشان ما تصوتش لا لا هي زي انت بتيجي تعفري فبشدك بس. طيب مفيش رصاص مفيش بيت نار؟ لا 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 وشها سليم مفيهوش اي حاجه خالص. وتعرفت على الجثه من ايديها ومن رجليها ان هي شيماء الله يرحمها. ايه اللي وصل الحديث لكده؟ نزلت ازاي؟ كانت متخانقه قبل كده؟ يعني انت قريبه منها جدا، ممكن تقول لك انا مش مرتاحه، انا بقيتش مرتاحه مع الراجل ده، انا بقيت مش حاسه. بصي هي كانت بتحبه وبتعزه وجانا كانت بتحبه جدا وكانت بتقول له يا بابي. كانت مشكله ايمن مع شيماء من اول ما اتجوزوا كان بيتماطل في ان هو يقول لمراته. هي كانت عقده شيماء ان هو يبلغ مراته ان هي متجوزه وان هي ليها حق فيها فيه زي ما هي ليها حق فيه. زي ما بتبات هنا بات هنا، زي ما من حقها ان هي تكون معاها 24 ساعة هي مش من حقها ان هو يقعد معاها ساعتين ثلاثة ويمشي. دي كانت مشكلة شيماء وكانت دايما هي نقطة الخلاف ما بينها وما بين أيمن. طيب طول ال6 سنين ما تقابلوش هي وزوجته الأولى دي خالص؟ لا. ولا هي مراته الأولى دي شكت إن ممكن يكون جوزها متجوز؟ الصدام ده كان خلص؟ لا لا، رغم ان كانت بتحصل في تفاصيل بسيطه. مثلا كانت المفروض انا مثلا كست متجوزه وبغير على جوزي او بحبه افهمها، زي مثلا انا نازل بطاقم تمام ارجع لك بطاقم تاني. انت كست طبيعيه المفروض تاخدي بالك من الكلام ده، هي لا كانتش بتاخد بالها من الكلام ده. دي شيماء بيجي ويقعد ويتغدى ويغير كل حاجه. خدتش بالها الزوجه؟ لا 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 ما خدتش بالها، لان كان يعني كان كل حاجه عن شيماء كل حاجه. ولا في اي موقف اتقابلوا صدفه؟ لا لا. معهم راجل واحد زوج دي وزوج دي؟ لا. شيماء كانت بيتوتيه زياده عن اللزوم، بالذات بعد ما هي وجانا تعرضوا للحادثه اللي حصلت في البيت عندهم، الحريق اللي تم اللي حصل في البيت عندهم. فكانت قاعده تقريبا السنتين دول كلهم في البيت، حتى لما كانت بتطلع لايف او حاجه كانت بتطلع من البيت يا اما من العربيه يا اما من البيت. فكانت قلما تنزل اصلا، وما كانتش تنزل غير معايا او تنزل هي وجانا رايحين يتغدوا ويتعشوا بيتمشوا في الخمايل بس، لا اكثر ولا اقل.
انت صديقتها جدا ومقيمه شبه مقيمه معاها جدا. كنت شايفه صاحبتك ست سعيده، مش متنكد عليها، مش مضروبه مره، لا مش مشتومه مره. لا مشتومه ومضروبه لا، شيماء ما كانتش بتخلي حد يمد ايده عليها اصلا. هي كانت ما عندهاش المبدا ده، لان شيماء شخصيه قويه وعنيده، ما عندهاش مبدا ان الراجل ممكن يمد ايده حتى لو كان جوزها، ممكن تاكله. شتايم ما بيضربش، ما هو ما بيضربش، انا ما شفتوش عمره ضربها، انما اسمع خناقات، اسمع شتايم، اسمع هي تشتم هو يشتم. ما مدش ايده على مراته ابدا، لا ما يمكنش الحقيقه ده يضربني قلمين، لا لا مفيش عنف، لا لا يعني انا 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 كعليا ما شفتوش مد ايده، بس كان خناقات باستمرار، كل الوزن كده شتايم باستمرار. كنت بشوف غير شتايم، لا ما فيش، لا ما شفتش، ما شفتش. كنت تسيبه عليا كتير ولا رجعها جنى؟ جنى بتحبه ربي ايمن، لان لما حصل الحريق ايمن كان واقف معهم جامد جدا، وايمن كان اي حاجه كانت عايزاها جنى في الوقت ده كان بيجيبها لها. بابي كان في العمره، فبابي في الحج، يا ربي بابي عايزه احدث تليفون وهو نازل من العمره جابه لها، سوري من الحج. ايمن كان بحج كل سنه، سنه يطلع يحج يعني. شيماء قعدت مع نفسها وكلمتك في مره انتي كان عايزاكي، انا خلاص تخرت ربنا وخدت قرار انها شخصيه قويه. كذا مره كذا مره كانت تبقى عايزه تعمل الموضوع ده، بس كانت بتتراجع عشان خاطر جنى. فعلا بنتها اللي رجعتها، الراجل ده كان حنين جدا كده، له قلب يعمل فيها كده ازاي؟ مش عارف، مش عارف. جالك قلب ان انت تخطط شهرين وتروح تاخد مكان وتحفر في المكان ده تربة، وتجيب الناس اللي يساعدوك، وتجيب جنزير، وتجيب مراتك وتدخلها وتخبطها وتعمل مشكلة معاها وتخبطها علشان تسهل الموضوع للناس التانية ان هي تشيل وتدفن. جبت منين القدرة والتفكير انك تعمل الكلام ده؟ لا، وفي الاخر انت اللي تروح تبلغ، وانت اللي تقول المشكله اللي الناس كلها بتتكلم عليها ان انت هي كانت عامله المشاكل دي عشان تعلن جوازها. طب ده انت اللي رحت قلت في اكتوبر ان انا زوجتي الاعلاميه شيماء جمال مختفيه وتليفوناتها مقفوله وانا المستشار فلان الفلاني. طلع من البلاغ، هو اللي كان بيدور معايا. استني شاسه، مش هدي ما يتوهش مننا، في مشكلة قبل الواقعة دي مو بين بعض؟ زي أي حد، زي أي بيت. كلمها قال لها تعالي ازاي؟ رايحين نشتري، نزلها من بيتها ازاي؟ رايحين نشتري أضحية من المزرعة. ايه اللي عرفك انه مخطط من شهرين؟ كله بيقول لك الفيلا دي، مش فيلا، ثانية عشان الناس كلها كانت بتقول فيلا وفيلا في المنصورية، لا مش فيلا، دي مزرعة فاضية وفيها مواشي بس، ما فيهاش أي حاجة تانية خالص، وما فيش أي حاجة حواليها. يعني لو قتلتي قتيل فعلا زي ما بيقولوا ما تسمعينيش صوت. وده اللي حصل، لولا اعترافات الراجل السواق اللي جه ما كانش حد يعرف شيماء فين. غيبت شيماء، نزلت من البيت كلمتك؟ لا ما كلمتنيش انا، كلمت خلود. ماشي. وكلمت كريم. احكي لي بقى ده كريم اللي يفيدك فيها هم، لان كريم هو اللي كان عارف بالموضوع من الاول ان هي نازله مع ايمن. وخلود اللي هي انا نازله اشتري اضحيه نازله مع ايمن. عارف نازله مع ايمن؟ نازله مع ايمن. الكاميرات كوفر منين بقى؟ دي تاليفه، تاليفه، عشان ممكن يكون في الحته دي ما كانش فيه كاميرات، لان الكاميرات في الكومباوند كله. ففي الكومباوند كله مين مع مين؟ ايمن وشيماء. لحد ما وصلوا مثلا حته اللي هي عند المزرعه دي، عرفت ان هو الكاميرات جايبه هو وشيماء، وهم داخلين جوه وهو طالع لوحده. بس عمل البلاغ، هو اللي عمل البلاغ في اكتوبر.
عمرك حسيتي ان شيماء مش غاليه ولا ليها ثمن عند الراجل ده كده؟ لا، اول مره احس ان شيماء رخيصه عند ايمن حجاج لما لقيت ايمن حجاج مخطط الكلام ده كله. ايمن ما كانش بيخلي شيماء تعمل حاجه، ما كانش بيخلي شيماء تحتاج حاجه، كان مشكلته هو وشيماء ان مراته تعرف فقط لا غير، وهي مش مراته عارفه، ده مصر كلها عارفه. بتقعدي ما بينهم كده تتغدوا بتتعشوا وخارجين، كان كلامه ليها عاقل، كان زوجها عاقل كده وراسي وهادي، كانوا بياكلوا بعض، ولما كانت تتعصب قوي عليه طيب حاضر ماشي خلاص انت عايزه ايه، طيب ماشي يلا انا اقوم امشي بقى. انما توصل لدي انا عمري ما توقعتها، ان نهايه شيماء تكون على ايد ايمن حجاج، لا توقعتهاش. اخر مكالمه بينك وبينها كانت بتقول لك ايه؟ كانت على مشكله عائليه معاهم في البيت، وكانت عايزاني ارفع لهم القضيه وبس. واعملي حسابك ان احنا هنسافر تايلاند. انتوا تقضوا الاجازه في تايلاند؟ كنا عايزين نفسح عشان بعد ما تنجح. انا عرفت زينا كده معانا من على الفيسبوك والسوشيال ميديا. ايه النهارده كانت عايزه تشوف مامي تعمل لها باي باي قبل ما تمشي عشان ما تحسش بالذنب. كم سنه؟ 12. هتقعد فين؟ مع باباها. ده خلاص؟ هي كانت عايزه تشوف مامي. لها ايه؟ مش هتستحملي ومش عارفين ناخد التصريح قالت لي لا انت شفتيها يا جنى، جنى ما شاء الله عليها بتفهمني، انت شفتيها. قلت لها لا ما عرفتش اخد التصريح. طب انا عايزه اشوف مامي قبل ما تدفنوها عشان ما احسش بالذنب. هو مين اللي اعترف عليه؟ السواق. ازاي؟ اللي انا سمعته او اللي انا عرفته من في النيابه ان هو ايمن هددوه ان هو يا اما هيخليه شريك في الجريمه يا اما هيشيله لنا كلها. فالراجل خاف يا اما هيقتل. وبيني وبينك لو ما كانش الراجل ده قال ولا كان اعترف محدش كان هيعرف شيماء فين. انتي في مكان في حته فاضيه حواليكي فاضي، معمول لك تربه 2 متر تحت الارض، ومعمول لك الحاجه اللي هتتحط هتكتم حتى ريحتك ان هي تطلع وهتدفني. غلب عبد العال وحسب الله ورايا وسكينه. على الاقل دول كانوا 4، ده واحد بس هو اللي خطط ونفذ وكمل عليها. سواء كان شايف شيماء وهي بتموت؟ اللي انا سمعته وقريته في التحقيقات ان هو سمع شتايم وخناق ما بينه وما بين بعض، وبعد كده سمع الخبطه. هي ماتت من الخبطه؟ لا ما اعتقدش. بصي انا كما شفتيها. هي ماتت ازاي؟ لا رصاص. ماتت ازاي؟ ولا نترات صوديوم. ماتت ازاي؟ دي ربنا. انا اتخبطت بسلاح ناري بظهر السلاح في دماغي. انا على حسب قدرتي وعلى حسب انا بعافر في الدنيا ولا لا، وشيماء من النوع المعافر ومن النوع الفراك اللي ما بتسكتش، ولو حد مد ايده عليها هتقوم مدياله في وشه مش هيهمها حاجه. حجم شيماء غير حجم ايمن، وزن شيماء غير وزن ايمن. شيماء 150 سنتي 80 كيلو، ايمن 170 متر و 120 كيلو. هتجيبي 120 كيلو ل 80 كيلو ان كان في الخفيه او في الوزن او ان انا اخبط واجري. سوري. مين حفر؟ لا معرفش مين حفر، بس التربه كانت اوريدي موجوده. متر تحت الارض يعني جاب عامل حفرها له؟ اكيد. مجهزه ان ما تسحب الرمل. ممكن يكون الغفير اللي كان موجود. هي مش مزرعته ولا مأجرها؟ مأجرها من شهرين، يعني من شهرين انا بخطط ان انا اخد مراتي واتخانق معاها واعمل معاها مشكله واضربها واكتفها واقتلها وادفنها.
وارجع تاني. سياق حديث الراجل ده وانتي قاعده معاه وست واعيه وعاقله كده، الراجل ده مخادع. وذكي جدا. السواق ده ايه اللي خلاه يروح يعترف في الوقت ده معنا؟ ما قالش ليه بدري كده؟ ربك. هو راح بنفسه كده؟ ربك. عارف ازاي راح خبط على الاسم قال لهم انا كنت معاه؟ مش راح، هو اللي انا عارف ان هو راح مجلس الدولة الاول وقال لهم المستشار فلان الفلاني عمل كذا كذا كذا، وانا جاي اقول عشان انا ماليش ذنب في الموضوع. فعايز كان عايز ياخد وضعية الشاهد الملك ان هو ملوش علاقة بالموضوع. الشهرين دول بيتكلم شيماء عادي ولا متفقين على الانفصال؟ لا كلمة عادي. عاملة ايه؟ انتك عاملة ايه؟ يا ستي كنا مسافرين، وكانوا مسافرين دبي، ولا عامل حسابك كان سافر دبي؟ مادام خايف على الهانم مراته جدا كده، كان بيتجوز ليه؟ كان بيخاف عليها قوي، كان بيخاف عليها جدا، وكان بيخاف ان عامل لها حساب قوي كده، بيتجوز ليه؟ ودي كان من اكتر الحاجات اللي بتعصب شيماء، ان هو كان بيخاف عليها قوي، وبيخاف على ان احساسها قوي، وانتي لا انتي ما تتكلميش عليها كده، انتي مش دي ام ولادي. شيماء لما حملت سقطها، وكان دايما بيضاع المرض عشان ما يخلفش. ما عاشت في كدبه 6 سنين وكانت مصدقاها، كلنا كنا مصدقينها، محدش فينا كان متوقع، محدش حذرها من الراجل ده، محدش كان متوقع من ايمن حجاج حاجه زي دي، لان ايمن حجاج عايزين روحي عليا هاتي كذا، ايمن عايزين كذا، ابعت لنا كذا مع عليا، انزل المكان اللي هو بيقعد فيه، عايزين فلوس، عايزين مش عارف ايه، عايزين اي حاجه. ما فين كانت هنا يا حبيبتي في 6 اكتوبر الله يرحمها؟ الثانيه فين؟ المنسين. كانت تتعب تلاقيه جنبها؟ مره اترعب، كانت شيماء تحت البيت عنده، هطلع اقول لها، لا انا هقول لها، من 2017 الى يومنا هذا، السنه دي لا السنه اللي بعديها. اتجوز عليها ليه؟ كان مديها مبررات ايه؟ يعني انت سبت بعيد عن الموضوع خالص. اتجوزت رسمي ليه؟ طب تفهميني يا بنتي، احنا ستات ونفهم. والله انا نفسي مش فاهمه. انا من امبارح انا عماله اكلم نفسي، انا لدرجه صاحبتي ووالدتي امبارح بتقولي انت خلاص انت قربت تتلحسي. انا من اول امبارح، كل كان طالع عليا ليه ما شفتش منها حاجه وحشه؟ كانت بتغسل لك هدومك بايديها، كنا بننزل وسط البلد انا وهي نلف شارع الشواربي كله عشان نجيب السايز بتاع الاستاذ ايمن، عشان نجيب بنطلون او تشميز او ايا كان، كنا نقعد نلف عشان مقاسات خاصة. يعني لو مش بتحبك او لو مش عايزة شكلك يبقى شيك، او لو مش مهتمية بشكلك زي التانية ما كانتش مهتمية باي حاجة، ده يبقى جازتها. قبل ما يجي تطبخ وتستعد وتروق البيت انزل من ميك اب تلبس شيك بتاع. يعني حتى شيماء ست نظيفة وكريمة وجدعة وخيرة ومعرفش ليه اللي حصل ده. انا والله انا من امبارح انا كل طال عليا ليه شفت منها ايه وحش؟ حذرتهاش ابدا منه يعني؟ في الاول قبل ما تدخلي دايرته. في الاول كنت بقولها خلي بالك ده كهيني. كنت بتقول لك ايه؟ لا يا شيخه ده غلبان. نفس الإجابة بسمعها في نفس الأسبوع. اللي هي؟ يا شيخة ده غلبان. ده غلبان، وكانت تقول كفاية إن هو بيحب جنى. كفاية إن هو بيخاف على جنى. أو بيحب جنى وبيخاف على جنى. كان يتم جنى؟ أكتر حاجة على لسانها إيه؟ اللي كان مقلقها؟ اللي كان تعبها؟ اللي كان قلقها دايما جنى. دايما تقولي لو مت هسيب جنى لمين؟
أبوها مش زي أمها. متجوز؟ عنده ولد وبنت. هتجيبي أب مش فضيلك لأم انتي كل حياتها؟ خايفة من الموت ليه؟ مؤخرا كانت بتتكلم عن الموت كتير، وكانت دايما تقولي انا عايزة أأمن مستقبل جنى عشان لما أموت يبقى عندها اللي يسندها في الدنيا وتبقى عارفة ان امها ما قصرتش معاها. كانت تعمل لها ودايع، حتى العربية كانت في مرة بتقولي وانا ينفع اكتب العربية باسم جنى؟ قلت لها لا طبعا، جنى لسه صغيرة. قلت لها انا عايزة لما اموت محدش يورثها غيرها. عندها غيرها؟ هي كل حاجة في حياتها، هي كل حاجة في حياتها. الله يرحمها ويغفر لها. الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها. مامتها عاملة ايه يا ام دي يا مايا؟ شيماء كانت منقطعة عن العيلة كلها اصلا، الام والاخوة كله. شيماء شيلتها بالظبط، شيلة شيلتها وشيلت بنتها، عشان اللي شريتها وشريت بنتها بس. ومكانتش عايزة حاجة كانت تميزها ايه؟ قرب بقى، مش عن بعد زي ما احنا كنا بنشوف شيماء. ما كانتش بتحب تشوف حد محتاج حاجة وهي في ايديها ان هي تعمله وما تعملهوش. جانا رجعت لباباها ما حدش في البيت بقى؟ لا، ربنا يتولاها. مين كان معاكي في المشرح؟ ما حدش. محدش ازاي؟ محدش، انا وشيماء بس. انت مين؟ وشيماء. شيماء مين؟ شيماء جمال. انا وشيماء جمال واقفه قدام شيماء جمال. امي فين؟ الاخ فين؟ كانوا في النائب العام. الاخ هي ملهاش علاقه باخوها اصلا، ملهاش علاقه باخوها اساسا من 20 سنه، ملهاش علاقه. هو وطنط ملهاش علاقة بيها برضو من فترة طويلة. دي أم اتخضت على بنتها وزعلت أكيد. يعني ما وصلوا معاك أنت تيجي تعرف على الجثة؟ أنا اللي كنت واقفة، وكانت خروج كانت معايا بس خروج ما لقوش شنطتها؟ كله اتحرز. وخلود كانت واقفة جنبي بس خروج ما قدرتش. يعني حتى لما كنا بنتفق مين اللي هيخش يغسل، اتنين من صحابها انا اللي ما اعرفهمش، وانا وخلود. فخلود قالت لي لا انا مش هقدر. فقلت لها لا هتقدري وهتقفي جنبي. فقالت لي لا مش هقدر. قلت لها خلود هتقدري وهتقفي جنبي. فسابتني ومشيت، ما قدرتش. ولما عرفنا ان لسه عايزه تجمدي بيها؟ عايزه اجمدها بيا انا عن نفسي جامده، وتعلمت الجمودية دي من شيماء أصلا. لو هو شايفك دلوقتي أيمن وشاف الفيديو ده تقولي له إيه؟ عارف إن أنت أمنه. مش سؤال تسأله له؟ ليه؟ أنا من امبارح ليه؟ يعني أنا إحنا ما شفناش، أنا كعليا أو اللي حواليها ما شفناش منك حاجة وحشة، وهي ما كانتش بتعمل معك حاجة وحشة. فليه تكون دي نهاية شيماء؟ هي كانت عارفة ان هي هتموت قريب، وكانت مستنية الموت، بس مش كده. بقولك ايه؟ هتموت. انا لما اموت عايزة اسيب شنة جزا. انا لما اموت بسبب، انا لما اموت ما تستسلم جانا، طمني عليها، تسيبيهاش لكذا، ما تسيبيهاش لفلانة محدش بيحبها. طب هي ما صعبتش عليه؟ طب بنتها تصعب عليه؟ دودو كان بيحبها، كانت بتقول لها بابي. طب ما صعبتش عليه جنى يسيبها لها؟ هي فين دماغك؟ كانت فين انت دماغك وانت بتفكر في الموضوع ده وبتنفذه؟ كانت فين؟ ما طلقهاش وسابها لي وقال لك ابعدي الست دي عني.
انا بحبك كذا مره، انا بحبك. هي مره واحده بس اللي شاهدني بيها وقال لي هي قال لي اختك بس. ان انا بعد كده لا، ما مش هطلق، بحبك مش هطلقك. وكان بيتعامل معاها انها طفله صغيره كده، اللي هو طيب خلاص خلصت اللي عندك، طب لما ارجع بقى نبقى نتناقش. طب فين الحوار بقى اللي كان داير ده؟ فين اللي هو استني لما اجي نتكلم؟ لان انا مش اول مره. اسمعيني، هل شيماء لو كانت هديت وقتها وخافت منه شيماء ممكن تفلت من موت؟ شيماء ما بتخافش من حد. ممكن كانت اتفلتت بعمرها لبنتها؟ ما انت ما تبقى مسؤول لازم تخاف. ما بتخافش من حد، بتخافش غير من اللي خالقها، وما بتخافش غير على بنتها. طيب ما انا عايز اعيش لبنتي، هسيبها لمين؟ ممكن لو كانت هديت وعدت المأزق ده كانت فلتت بعمرها. هو ذكي. ايوه، وعارف ان هي مش هتسكت. هو ذكي، هو اول حاجه عملها ايه عشان ما تفضفصي؟ كتف، خبط دروخها كتفها، لان عارف ان شيماء مش هتسكت، وهتضربه بالشلوت، يا هتضربه بالبوكس، يا يعني بص ممكن تقعد عليه تبططه. اخر مكالمه بينك وبينها كانت قايله لك فيها ايه؟ لا هي المشكله اللي هي في البيت عندها مع حد من قرايبها، وكنت ارفع لهم القضيه. بس في حاجه تاني، واعملي حسابك مسافر تايلاند. مش انت كنت عايز تسافري تايلاند؟ احنا هنسافر تايلاند، تعالي معانا انا وجنى. بس كده؟ بس كان معتاد الصرف عليها، بديها زي زوجته. عايشه عيشه كريمه. حتى الشهرين اللي خطط فيهم، حتى الشهرين اللي خطط فيهم تهيألي اكيد. لان لو شيماء جت طلبت منه حاجه وقال لها لا، وصلك المعلومه؟ كانت هتاكله. مش كانت هتوصلي المعلومه، كانت هتاكله. مش هتوصلي المعلومه، توصلي المعلومه ايه؟ ده كانت هتاكله. الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها يا رب. قلبي عندك. شيماء ما اتضربتش بالنار وما اتحرقتش بميه نار، خبط دروخها كتفها. جبت منين القدره والتفكير انك تعمل الكلام ده؟ لا، وفي الاخر انت اللي كنت تبلغ. كان مشكلته هو وشيماء ان مراته تعرف، وهي مش مراته عارفه، ده مصر كلها عارفه. يعني من شهرين انا بخطط ان انا اخد مراتي واتخانق معاها واعمل معاها مشكله واضربها واكتفها واقتلها واقتلها. اهربي، اهربي من اللي انت فيه عشان ما تكونيش ضحيه غيرك، زي غيرك وزي اي حد. لولا اعترافات الراجل السواق اللي جه ما كانش حد يعرف شيماء فين. ليه نوصل لدرجه ان احنا ماسكين سكينه بنتبع بعض؟ ليه؟ الله يرحمها.